بالنسبة لهذه المنطقة سيدي بيبي، منطقة عرفت تطور كبير منذ سنوات نتيجة الهجرة. معروف بأنها كانت تتكون أصلا من الدواوير المجاورة، طاكات من قمود، زيت ميمون، العزيب، الفويس، ثم من الجهة الأخرى فيها تدار، تحاسي، بن جرار. هادو المكونات، وكانت الرابط الذي جمعه هو موسم سيدي بيبي سابقا. في حدود الثمانينات، حدود 82، سوف يتأسس السوق وينطلق سوق السبت سيدي بيبي، لأن السوق القديم كان هو سوق خميسة تعميرة الضارب في القدم اللي عنده أكثر من قرنين. منذ ذلك الوقت بدأت الناس يعني الإقبال على سيدي بيبي، ثم تحولت إلى تجزئات سكنية وإلى إقامات، وتحولت بسرعة إلى سنة 92 إلى جماعة قروية. اليوم عدد سكانها يتجاوز 25,000 في الإحصاء الأخير، وتستقطب هجرة كبيرة، هذه الهجرة القروية الكبيرة الوافدة، ولكن الأصل دائما يبقى هم الساكنة المحلية، يعني ديال الدواوير. معروفة المنطقة بالهجرة أيضا، هجرة في اتجاه فرنسا، في اتجاه الخارج، ولكن اليوم أصبحت تستقطب مهاجرين من مختلف مناطق المغرب بما فيها الأفارقة جنوب الصحراء، حيث توجد في سيدي بيبي أكثر من 1000 وافد من أكثر من 15 دولة من إفريقيا جنوب الصحراء. النشاط الذي نقدمه اليوم هو نشاط للتعريف بالكتاب والأدباء ديال سيدي بيبي في إطار فعاليات المجار سيدي بيبي، اللي هو المجار قديم جدا أيضا، هذا ذكرته المصادر منذ القديم. وأردنا أن تكون الثقافة حاضرة، لأن الثقافة دائما هي رافعة للتنمية، والمنطقة تعرف أدباء يجهلهم الكثير، فهذه فرصة باش نعرفوهم، نعرفوا الكتابات ديالهم، ونشجع أيضا الطلبة والباحثين على الإبداع وعلى الكتابة، لأنه لا يمكن أن نستمر، لا يمكننا أن نتطور إلا بالثقافة. لذلك نصر على أن تكون الثقافة حاضرة في كل المنتديات وكل الملتقيات. عمل قاعدي ومؤسس اشتغلوا عليه.